المحليه. 14 دستور نص على ان لابد ان يبقى في مجالس محليه، وقال فيها الدستور، قال بقى فيها ايه؟ قال ان احنا لازم ندي فيها نسبه كبيره للشباب والمراه. واسمحوا لي ان هيقول لكم عن النسب دي الابن الغالي الاستاذ كريم امين محليات في الحزب. بصوا، هي الماده 180 دي ماده الانتخابات، تمام؟ ماده الانتخابات المحليه دي يمكن سبب رئيسي اعتقد، يعني في تصوري كباحث في علم الاداره المحليه، ان الماده دي هي ممكن تكون نسبه مش قليله هي اللي معطله اجراء انتخابات مجالس محليه. لان الماده دي قالت لك تنتخب كل وحده محليه اللي هي قال عليها الدكتور الضبط، بدءا من اول المحافظه لحد ما نزل للقريه، اللي هم الخمس مستويات. محافظه، لو انت قاهري فانت عارف احنا ما عندناش كرة، فهي القاهره بالنسبه لنا محافظه حضاريه. فالمحافظه، بعد كده المراكز، المدن، الاحياء، والاحياء والكرة، تمام؟ فادت الشباب من سن 21 سنه لحد 35 اللي هو الشاب، اللي هو الفئه العمريه اللي حضراتكم موجودين فيها. من 21 ل 35 ادت 25%. طب 25% من حجم المجالس ده، احنا بنتكلم في اخر انتخابات اللي هي اجريت في 2008، اخر انتخابات اجريت في ابريل 2008، كان عددها، عدد المجالس كان 53010 عضو مجلس محلي متوزعين على خمس مستويات. هقول الرقم تاني عشان تتخيلوا حجم المشاركه الشبابيه. 53010 في اخر انتخابات كانت في 2008، كان تعدادنا بنتكلم في 55 مليون 60 مليون تقريبا. فلو هنحسبها اكتواريا احنا دلوقتي وصلنا 110 مليون. لو حسبنا يعني مش هتقل عن 60، يعني لو احنا عايزين نعمل انتخابات مجالس محليه باعضاء يقدروا يغطوا 27 محافظه، 225 مدينه، ما يزيد عن 5000 قريه غير التوابع. فبالتالي 25% من الشباب نسبه كبيره. لو هنقسم 60 على 4 على 60 نائب هيبقى 15000. طيب المرأة، لأن أنا شايف حضور المرأة طاغي ما شاء الله، وده حاجة كويسة جدا بنتشرف بيها. طب احنا عندنا مرأة من سن 21 إلى ما شاء الله ربنا يطول طبعا في عمرهم كلهم. لا، ما عشان حق الترشح، حق الترشح، حق الترشح من 21، تمام؟ يعني حق الترشح من 21. فبالتالي حضرتك لو مرأة أو سيدة أو فتاة، أنت طالعة بمنظرين عشان المعلومة تثبت، ممكن ناخدك في القايمة معانا كشابة، وممكن ناخدك معانا كامرأة. فبالتالي حصة المرأة ممكن نلاقيها 50%، تمام؟ طب ال 50 الباقية الثانية لو حد عرفها. أنا لا، إحنا بنتكلم إن إحنا في 25 شباب و 25 مرأة يا أستاذ راوي، فبالتالي 50%. ال 50% الباقية اللي هيقول عليها، يعني هي هيقول عليها برافو عليك يا استاذ ساره. طب انا كنت هقول لسه مكافاه كده، انا ما قلتش المكافاه ايه، فالمكافاه راحت. فبالتالي ال 50% الباقيين هم عمال وفلاحين. طب احنا ليه حطينا العمال والفلاحين؟ تمام، على ان يكون هناك تمثيل للفئات اللي هم اخواتنا من ذوي الاعاقه واخواتنا المسيحيين، تمثيل مناسب. هو ذوي الاعاقه ليه؟ عشان هو القانون الدستور سماهم ذوي اعاقه. هو الصندوق اللي اتغير. الصندوق هو اللي اتغير بقى اسمه صندوق قادرون بالخلاف. لكن تمام، لكن ماشي تمام، مفيش مشكله. اخواتنا من ذوي الهمم او اصحاب الحالات الخاصه، بالاضافه لاخواتنا المسيحيين، دول لازم يبقى في تمثيل مناسب. لما نيجي نقعد بقى المشرع عشان يعمل قانون الاداره المحليه بماده الانتخابات ديت، المشرع لما يقعد في لجنه الاداره المحليه كلجنه تحلها القانون، او هتناقش القانون اللي هو مقدم من الحكومه، او القانون اللي كان مقدم من عطيه الفيوم النائب عطيه الفيوم، او القانون اللي كان مقدم من النائب السجين، القوانين الموجوده في المجلس. عشان يعملوا الميكس دوت، قانون الحكومه مقدم. قانون الحكومه المقدم جاي مش قادر يظبط النسب دي. فاي حد هيجي يتقدم لانتخابات المجالس يا دكتور ضبط مش عاجبه الموضوع هيطعن عليها بعد الدستوريه. واتكلمنا ان حجم الناس اللي هتشارك كتير، احنا بنتكلم في عدد الكراسي فقط 60000، ما بالنا بحجم المشاركه هتبقى عامله ازاي؟ فحجم المشاركه هيبقى كبير ان شاء الله باذن الله. طب احنا كحزب الحركه الوطنيه دورنا ايه في الموضوع ده؟ وقيادتنا الموجوده
دورنا ان احنا نعرف حضراتكم الموضوع ده، لان احنا هدفنا ان احنا نشارك بنسب كبيره، بس مش بنسب كبيره وخلاص، احنا هدفنا صقل المهارات دي بحيث الاستاذ سارة لما تحب تترشح، الاستاذ محمود لما يحب يترشح، اخواتنا من بورسعيد، اخواتنا من المنوفيه، اخواتنا من هنا يبقوا عارفين، بحيث لما ينزلوا على الترابيزه بقى لما يدخلوا ان شاء الله هو اللي جنب يتوزع سياده اللواء يبقى عارف هو دوره ايه بالظبط، عارف هيعمل ايه بالظبط، عارف لما يجي يقدم استجواب عارف ان الاستجواب ده اتهام حقيقي تمام، اما بينتهي بتوجيه الاتهام او توجيه الشكر للمحافظ او رئيس الحي او رئيس القريه، وان انت لو ثبته وقذفته وقلت عليه حرامي الراجل لو مش طايقك تمام من حقه يرفع عليك قضيه، لان انت اتهمته بتهم لو ثبتت في حقه لا لصقل مهارات حضراتكم، يمكن المرة دي بورسعيد والمنوفية جت لنا، القاهرة موجودة عايزين نروح لها بقى في كافة القاهرة سيادة النائب تمام، اخواتنا في المنوفية، اخواتنا في بورسعيد، في كافة محافظات مصر، بإذن الله هنعمل برنامج متكامل في موضوع المحليات، ومش المحليات بس، لا مهاراتك كسياسي، لأن حضرتك طالما قررت تدخل حزب سياسي فأنت قررت تبقى سياسي، والسياسي ما ينفعش يبقى صناعة يوم، لا دي السياسة عمل تراكمي. زي ما سياده النائب قال وسياده النائب قال ان المحاسب لو مثلا بيصنع في 4 سنين في كليه التجاره فالسياسي بيصنع على مدار التاريخ، والدليل ان انا النهارده 35 جنب ابويا سياده النائب 20 سنه طبعا قدام سياده النائب 24 قدام قياداتنا الجميله، بنوجه الشكر ليكم ونورتونا وكل الشكر لحضراتكم، وبشكر طبعا الدكتور احمد نشأة تمرين الشباب على هذه النخبه الحقيقيه اللي بتفخر بها عمليات الشباب في حزبنا، وكل الشكر للحاضرين الدكتور حنان سيادة اللواء طبعا نائب رئيس الحزب، وانا يمكن بقالي 14 ما شفتوش يعني، ويتفضل يا سيادة النائب.